هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 8 نوفمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. وقبل نشرتنا الإخبارية مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في البرلمان الأوروبي، قائد القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا يزور جيبوتي والصومال، أخيرا فرنسا تعلن عن مقتل قيادي متطرف في مالي. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة أرينا. نظمت في مساء يوم الثلاثاء الماضي 5 من الشهر الجاري ندوة تناولت أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ونظمت دعوة حزب الشعب الأوروبي بواسطة العضو السيد ديفيد ليغا عن الحزب، وهو من السويد، ومنظمت فريداويت، وهي منظمة سويدية معنية بإطلاق سراح الصحفي الإريتري من أصل سويدي داويت إساق. وشارك في الندوة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إريتريا دانيلا كرافيز، وعضو منظمة بين إريتريا السيد إبراهيم زرعي، والنائبة في البرلمان الأوروبي السيدة عبيرة الشعلان وهي من السويد، والنائبة في البرلمان الأوروبي أيضا السيدة أليس باه كونكي وهي من السويد، والصحفي بيورن تنبيك من السويد، والأمين العام لمنظمة فري داويت السيد لايف أوبرينك. وأخيرا شاركت أيضا ابنة الصحفي المعتقل بيتليهيم داويت، وتحدثت عن معاناة أبيها في السجون الإريترية. وتناول المتحدثون أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، خاصة أوضاع الصحفيين الإريتريين المعتقلين منذ عام 2001. وسوف نقدم لكم تقريرا خبريا شاملا يغطي الندوة ضمن برنامج تعليق على الحدث يوم الاثنين المقبل. قالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أن الجنرال تاونسند قائد القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا زار جيبوتي في 4 من الشهر الجاري، والتقى الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، وتباحث معه بشكل خاص حول سبل مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون المشترك بذلك الخصوص. وفي 5 من الشهر الجاري التقى الجنرال تاونسند أيضا في مقديشو بالرئيس محمد عبد الله فورماجو، وتناول معه دور القوات الأمريكية في مكافحة الإرهاب في الصومال. وأشار بيان للقيادة المركزية الأمريكية بأن غارات القوات الجوية في الصومال زادت بنسبة 30% عن العام الماضي، حيث شنت القوات الجوية حوالي 55 غارة جوية بطائرات بدون طيار ضد حركة الشباب المجاهدين المتطرفة، والتي قال البيان بأنها تتكون من حوالي 5 إلى 7 آلاف مقاتل، من بينهم 300 ينتمون لتنظيم داعش. أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء أن قوات من الجيش الفرنسي قتلت زعيم جماعة إسلامية متطرفة في مالي. وأكدت الوزارة أن علي مايتشو أحد قيادي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قتل في مالي يوم 9 من أكتوبر الماضي. يشار إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤولة عن هجمات على قوات مالية وفرنسية، وكذلك على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بيرلي على تويتر: لقد حرض علي مايتشو وهو قيادي ديني ومجند ومدبر للعديد من الهجمات الإرهابية، وكان مايتشو إماما راديكاليا سابق حسب الأمم المتحدة، وأدرجت المنظمة على قائمة عقوبات دولية لعلاقتها بتنظيمي داعش والقاعدة، كما أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين، وتدرج واشنطن كذلك جماعته كمنظمة إرهابية. وتقاتل قوات فرنسية مشتركة الإرهابيين المتطرفين في كل من مالي وبلدان أخرى في منطقة الساحل والصحراء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بهذا الخبر من باريس مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في البرلمان الأوروبي،
قائد القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا يزور جيبوتي والصومال. وأخيرا فرنسا تعلن عن مقتل قيادي متطرف كبير في مالي. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة أرينا صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير من إذاعة أرينا الدولية في باريس. نلتقيكم سادتي في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية، فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة أرينا. في هذه النافذة عزيزي المستمع، في البدء نهنئ المسلمين عامة والشعب الإريتري على وجه الخصوص بحلول عيد المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم غد السبت 12 من ربيع الأول 1441 للهجرة، الذي يوافق 9 من نوفمبر 2019. مجددا كل عام وأنتم بخير. عزيزي المستمع، في هذه النافذة نطل على المولد النبوي الشريف، فمعلوم سادتي أن البلاد تحتفل بهذا العيد السعيد كل عام وسط احتفالات بهيجة، وفي نفوس الكل سادتي أن يعيشوا الفرحة على أكمل وجهها، فرحة العيد سواء هذا العيد أو بقية الأعياد الدينية والوطنية. ودائما فرحتنا منقوصة بما يعانيه الشعب الإريتري من حكم ظالم جائر مستبد قاهر. عموما سادتي، عيد المولد النبوي الشريف هو عيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحتفل فيه المسلمون في كافة أرجاء العالم بذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق 12 من ربيع الأول من عام الفيل، حيث تقام العديد من الفعاليات في هذا اليوم من خلال إقامة المجالس التي ينشد فيها قصائد لمدح المصطفى، كما يتخلل تلك الفعاليات الدروس التي تذكر فيها صفات النبي الحسنة الطاهرة. هناك عزيزي المستمع العديد من دول العالم الإسلامي التي تعتبر يوم عيد المولد النبوي الشريف يوم عطلة رسمية، ومن هذه الدول إريتريا وعدد من الدول منها السودان، إثيوبيا، تونس، الأردن، الإمارات، فلسطين وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وسوريا وليبيا، وعدد آخر من الدول العربية والإفريقية والإسلامية. وقد احتفل المسلمون على مر العصور عزيزي المستمع بهذا اليوم المبارك، ذلك في عهد الدولة الأيوبية والفاطمية وكذا العثمانية، وكذلك درجت عدد من الدول أن تحتفل بهذا العيد بعد إذن، حيث يتم الإعداد لها قبل يوم العيد بعدة أيام، فتزين الجوامع أي تزين والمنابر العلمية خصيصا لهذا الغرض، بالإضافة إلى الشوارع والدور، وتقام المحافل الشعرية المليئة بالمدايح النبوية والقصائد المحمدية، كما يقرأ القرآن الكريم على مسامع الجموع، ويتخلل هذا اليوم العديد من مظاهر الفرحة، حيث توزع الحلوى ويقدم الطعام للناس، وتوزع العيدية على الأطفال، ويقوم الناس بمزاورة بعضهم البعض لنشر جو من المحبة والسرور والفرحة والبهجة بين بعضهم البعض. نحن هنا عزيزي المستمع نوزع هذه التبريكات والتهاني عبر إذاعة إرينا الدولية من باريس، ونفرد هذه المساحة لتقديم القصائد التي تمجد هذا اليوم في مدح النبي والمولد النبوي الشريف. ستستمعون إلى قصيدتين ضمن هذه الحلقة من هذا البرنامج. الأولى ستكون للشاعر محمد مهدي المجذوب رحمه الله، وقصيدة أخرى لمحدثكم تأتيكم بعدها مباشرة. أعزائي المستمعين، وقتا سعيدا أرجوه لكم مع هذه الحلقة من النافذة الثقافية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. ليلة المولد للشاعر الراحل الأستاذ محمد مهدي المجذوب رحمه الله. صلي يا ربي على المدثري، وتجاوز عن ذنوبي واغفري،
وأعني يا إلهي بمثاب أكبر فزماني ولع بالمنكر. أيكون الخير في الشر انطوى والقوى خرجت من ذرة وهي حبلى بالعدم؟ أتراها تقتل الحرب وتنجو بالسلم؟ ويكون الضعف كالقوة حقا ولماما سوف ترعاه الأمم؟ وتعود الأرض حبا وابتساما. رب سبحانك مختارا قديرا، أنت هيأت القدر ثم أرسلت نذيرا للبشر، آية منك ونورا، هو عين الله لولا ضوءه لم نرى العالم في شتى الصور. جعل الموت رجاء وبقاء وغراثا، منه لا يفنى الثمر. صل يا ربي على خير البشر الذي أسرج في ليل حراء قمرا أزهر من بدر السماء. يقرأ الناس على أضوائه حكمة الخلق وأسرار البقاء. من إله قد هدى بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ليلة المولد يا سر الليالي والجمال، ليلة المولد يا سر الليالي والجمال. وربيعا فتن الأنفس بالسحر الحلال. ليلة المولد يا سر الليالي والجمال، وربيعا فتن الأنفس بالسحر الحلال. موطن المسلم في ظلك مشحون الخيال، طاف بالطار الذي أثمر عنقود السنا كالثريا، ونضى عن فتنة الحسن الحجاب، ومضى يخرجه زيا فزيا، وزهى ميدان عبد المنعم. ذلك المحسن حياه الغمام في جموع تتلقى في موسم، والخيام قد تبرجنا وأعلنا الهيام. وهنا حلقة شيخ يرجحن، يضرب النوبة ضربا فتئن وترن، ثم ترفض هديرا أو تجن. من حواليها طبول صارخات بالغبار، حولها الحلقة ماجت في مداري، نفذت ملء الليالي تحت رايات طوالي، كسفين ذي سواري بعباب كالجبال. ليلة المولد يا سر الليالي والجمال، ليلة المولد يا سر الليالي والجمال. وتدانت أنفس القوم عناقا واصطفاقا، وتساقوا نشوة طافت مذاقا، ومكان الأرجل الولها طيور بجلابيب تثور وتدور. صل يا ربي على خير البشر، صلى صلى يا ربي، صلى صلى على النبي. والمقدم قد تقدم يرفع الصوت عليا، وتقدم وتقدم يقرع الطبل هنيا، وينادي منشد شيخا يحمي عرشه المطمور من موج الدميرة، ندبوه للملمات الخطيرة، شاعر أو حاله شيخ الطريقة، زاهد قد جعل الزهد غنا، وله من رقع الجبة ألوانا أنيقة، والعصا في غربة الدنيا الرقيقة، وله طاقية ذات قرون نهضت فوق جبين واسع رقعه
ضوء اليقين وفتى في حلقة الطار تثنى وتأنى وبيمناه عصاه تتحنى لعبا حركه المداح غنى راجع الخطو بطار رجع الشوق وحنى ليلة المولد يا سر الليالي والجمال وربيعا فتن الأنفس بالسحر الحلال الشاعر الأستاذ الراحل محمد مهدي المجذوب رحمه الله. هذه إذاعة إرينا. مولد النور شاعر أحمد شريف. دعوني أحيي هنا المولد بشعر بهيج شفيف المدى يسابق مجدا رواه الأولى عن الخلق الحق عن أحمد. دعوني أحيي هنا المولد بشعر بهيج شفيف المدى يسابق مجدا رواه الأولى عن الخلق الحق عن أحمد. عظيم الشمائل أرسى له إله الورى معتدا سؤددا إمام النبيين والمرسلين شفيع الورى رحمة سيدا. حباه الحليم بشرعته هدى العالمين لخير الهدى إلى فطرة الخلق كي يقتدوا صراط التوسط كم أسعد. شعوبا تشابت على غيها نفوسا قلت كافرا اهتدى تفشى الضلال على نهجها وشرع جهل وكم عربدا. شغوف بأصنامه جاهل تعدى قوامه إذ ما عدا وكم عبد القوم أحجارهم فخرت عليهم شرور البدا. وكم عبد القوم أحجارهم فخرت عليهم شرور البدا وأهيم عاش على مرجل تبنى فسوقا رديا الردى وجاس كما العيس في معشر إلى أن هأتاهم نبي الهدى. وأهيم عاش على مرجل تبنى فسوقا رديا الردى وجاس كما العيس في معشر إلى أن أتاهم نبي الهدى. فأحيا قلوبا على منهج قويم رشيد قوي الصدى على محفل الحق دان له زمام الرشاد هدى محتدى فرسخ للشرع في زمن تقاذفه الشرك آل الردى. على محفل الحق دان له زمام الرشاد هدى محتدى فرسخ للشرع في زمن تقاذفه الشرك آل الردى وقوم خلقا بأخلاقه وهذب روحا سميح الندى وحطم للجهل أركانه وأثبت لله أن يعبد. فساس الضعيف على بيعة وحق له بل وكم ارتدى لبوسا من الحق ذاك المبين وأسلم لله ربا هدى وقرآنه فارقا قائدا ونهج نبي سرى أمردا وإسلامنا ساد كل الدنا حضارتنا فارقت فرقدا.
وقرآنه فارقا قائدا، ونهج نبي سرى أمردا، وإسلامنا ساد كل الدنا، حضارتنا جاوزت فرقدا ركابا بركب، وقد أثمرت علوما وفكرا غدا مرشدا، وأشرقت الأرض من قفرها أمانا وسلما هما رائدا. فمالي ترانا وقد أجفلت، فمالي ترانا وقد أجفلت خيول التسامح أن تنشد قصيدة التوسط في ديننا، وفقه التباين أن يحمد. فما لنا فقه وإلا سما، حفي بنا أن نكون اقتدى. فما لنا فقه وإلا سما، حفي بنا أن نكون اقتدى بفقه الخلاف وليس اختلافا على ملة الحق، كل اهتدى وإلا فأين هم السابقون، وأين الضلال وأين الهدى. وزلزلت الأرض من قبحنا، وعدنا عيونا تحيك الردى. وزلزلت الأرض من قبحنا، وعدنا عيونا تحيك الردى. إلى ما التطرف يا إخوتي، وفيما التعصب، بئس السدى. فهذا رآه الهداة الرواة، وذاك أجازه بل زودا، بأن يعتلي عرش أهوائه ويشرب دمع الشهيد الفدا. جهول غدا مفتيا ناصحا يقول اقتلوه وهاتوا يدا، بأن يعتلي عرش أهوائه ويشرب دمع الشهيد الفدا. جهول غدا مفتيا ناصحا يقول اقتلوه وهاتوا يدا، وجزوا رؤوسهم قطعا ولا تذروا منهم أحدا. نلفق أهواءنا شرعة، وباسم التطرف فقنا العدا. فحتى ما نسري على شيع، وكم قد هرقنا دماء سدى. فحتى ما نسري على شيع، وكم قد هرقنا دماء سدى. نبيد شعوبا بلا رحمة، نرمم جهلا كريه القدى. هنا السامري بنى عجله، هنا الكاذبي غدا مرشدا. هنا الداعشي رمى زنده دمارا وقتلا وكم شردا. هنا الحلبي، هنا القاهري، هنا القاعدي، هنا المنتدى. هنا الداعشي رمى زنده دمارا وقتلا وكم شردا. هنا الحلبي، هنا القاهري، هنا القاعدي، هنا المنتدى. هنا الموصلي، هنا الجاهلي، فكل غوي بما شيدا. تمزقنا فكرة ضالة، رمينا بها في مهاوي الردى. تمزقنا فكرة ضالة، رمينا بها في مهاوي الردى. سرينا نهيم على خبثنا، وقد أنكرتنا رباط الهدى. فلا المالكية أفتت لنا بهذا التشرذم هذا المدى، ولا الحنفية قالت لنا أبيدوهم واحدا واحدا، ولا الشافعية من معلم أباحت قتالا أجازت ردا، ولا الحنبلية قد أطلقت يد الفتك والموت أن تعقدا. فكلهم قعدوا مذهبا سمونا به شهبا فرقدا. فلا المالكية أفتت لنا بهذا التشرذم هذا المدى، ولا الحنفية قالت لنا أبيدوهم واحدا واحدا، ولا الشافعية من معلم أباحت قتالا أجازت ردا،
ولا الحنبلية قد أطلقت يد الفتك والموت أن تعقد فكلهم قعدوا مذهبا سمونا به شهبا فرقدا فمن أين جاء الظلام إلى حياض الوئام الذي بددا فمن أين جاء الظلام إلى حياض الوئام الذي بدد أسائل نفسي على خجل فهل عندكم منطقا واحدا أسائل نفسي على خجل فهل عندكم منطقا مسندا فلله قوم سروا في تقى وحجتنا فكر خير الهدى فلله قوم سروا في تقى وحجتنا فكر خير الهدى فيا سيدي شاقنا زمن توشح لون البلا أسودا تموت العذارى على حينا تأبت دماؤنا أن تجمدا فيا سيدي شاقنا زمن توشح لون البلا أسودا تموت العذارى على حينا تأبت دماؤنا أن تجمدا يموت التوسط في ديننا يعيش التعصب بئس الهدى الشاعر أحمد شريف إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا المستمعين والمستمعات الأفاضل أهلا وسهلا بكم مجددا وقبل ختام برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في البرلمان الأوروبي نظمت في مساء يوم الثلاثاء الماضي الخامس من الشهر الجاري ندوة تناولت أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ونظمت دعوة حزب الشعب الأوروبي بواسطة العضو السيد ديفيد ليغا عن الحزب وهو من السويد ومنظمة فري داويت وهي منظمة سويدية معنية بإطلاق سراح الصحفي الإريتري من أصل السويدي داويت إساق قائد القوات المركزية الأمريكية لأفريقيا يزور جيبوتي والصومال قالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أن الجنرال تاونسند قائد القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا زار جيبوتي في الرابع من الشهر الجاري وزار الصومال كذلك في الخامس من الشهر الجاري والتقى رئيسي البلدين وتباحث معهما حول سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة فرنسا تعلن عن مقتل قيادي متطرف في مالي أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي أن قوات من الجيش الفرنسي قتلت زعيم جماعة إسلامية متطرفة في مالي وأكدت الوزارة أن علي مايتشو أحد قيادي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قتل في مالي يوم 9 من أكتوبر الماضي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا المستمعين والمستمعات الأفاضل كان هذا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena@gmail.com وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ذا ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وفي حفظه وأمانه هذه إذاعة إرينا.